في واحد بيبقى عنده مثلا aptitude for learning a language، في ممكن حد ما عندوش نفس الابتيتيود، في ممكن حد يبقى عنده motivation to learn a language، ممكن يكون حد ما عندوش نفس الموتيفيشن. احنا مش هنتكلم عن الانديفيدوال ديفرنسز النهارده، هنتكلم عن الديفرنشيشن، ازاي بقى نعالج الكلام ده. اولا what is differentiation؟ differentiation is a process by which teachers provide opportunities for students to achieve their potential, working at their own pace through a variety of relevant learning activities. هنا البرزنتيشن هنلاقي فيها جزء theoretical وفي جزء practical، وطبعا الاثنين لازم يبقوا مع بعض. يعني الجزء theoretical هنبقى ماشيين على اساس علمي، والبراكتيكال هنطبق الكلام ده ازاي، والا هيبقى مجرد كلام كتب مش عمل. في بعض الحاجات انا عاملاها بلون مختلف، مثلا opportunities، المدرس بيخلق فرص للطلبه اللي هم complex abilities، يعني احنا عندنا abilities مختلفه في الفصل الواحد، ان هم يظهروا البوتنشلز بتاعتهم او الامكانيات او الابيليتيز بتاعتهم، يقدروا ان هم يظهروها. ولكن working at their own pace، يعني زي ما بيقولوا هو في فرق في السرعات اكيد بين كل الطلبه، يعني ممكن انا ادي شيك لطفل يخلصه بعد كده مش لاقي حاجه يعملها. تمام. وممكن واحد يكون شيك بسيط قوي ما فيهوش حاجه وانت مش حاسس طول الوقت. احنا لازم نشغل كل الناس دي في نفس الوقت، يعني اللي بيخلص بدري ده هيشتغلنا انا بقى وانت رايح جاي رايح، especially لو هو شاطر في نفس الوقت ترابل ميكر، فلازم يبقى انجيجد في حاجه معينه لحد مصلحتنا اللي هو على رغم ده يخلص، ربنا يطول كلامك ويخلص الشيت اللي فيك ده. يعني بالبلد زي ما بيقولوا يعني باختصار. طب في types of differentiation، في عندي 6 types، وال 6 types دول في منهم overlap. overlap يعني في تداخل، يعني ممكن تلاقي في نوع داخل معاه نوع تاني. تمام. هنا عندي ممكن يكون differentiation by text، by support، by outcome، by ability، by interest، by task. كل واحد فيهم هنشوف بالظبط عباره عن ايه. يعني مثلا نمبر 1 by text، قبل ما اقول الجزء بتاع by text ده هسال حد فينا مرت عليه بس في مجال التدريس مش في حاجه ثانيه، كلمه authentic. authentic في مجال التدريس مش في حاجه ثانيه. ما انا لو فتحت الديكشن ممكن الاقيها في حاجات ثانيه. كان اكسبلين ذا مينينج اوف اوثنتيك. حاجه هي وانا لو انا بصيت عليها في الديكشن ممكن يقول لك حاجه ريل، حاجه اصليه، حاجه كده يعني. نوت فيك. نوت فيك حاجه كده. احنا عندنا في التدريس حاجه اسمها برضو ان ممكن الماتيريال اللي شغال عليها تبقى اوثنتيك. وفي التقييم في جامعه ادنبرا محمود ما مرتش بيك كلمة اوثنتيك؟ في التقييم لما بنيجي نعمل محمود سكر بلاش سكر يا محمود وانا يا محمود سكر حته دي بقى كل ده هنقصه في المونتاج. خلاص سكر يا محمود عشان اوثنتيك. هنا لما كنا مثلا نعمل ديزاين لاي ماتيريال لاي تاسك او لاي كورس حتى ده في جامعه ادنبرا مش هنا، كان من ضمن التقييمات اللي او الكرايتيريا اللي احنا على اساسها بنتعمل اساسنا في شغلنا ان احنا حاطين حاجات اوثنتيك ولا لا. اوثنتيك يعني حاجه ليها علاقه بالواقع، يعني لما انا قرا جورنال دي حاجه اوثنتيك لان دي مش معموله عشان التعليم، ده معموله عشان الناس تعرف اقرا روايه دي برضو حاجه اوثنتيك، حاجه مش معموله مش معموله على غرض دراسي، مش جريدد، محدش عمل لها يعني محدش عمل لها كواليفيكيشن او خلاها سمبليفايد لغرض ما، ده بتبقى حاجه اوثنتيك. تمام. يعني مثلا احنا مثلا في يوتيوب لما خدنا ازاي نكتب ست انستراكشنز، وممكن تكون الست انستراكشنز عباره عن ريسيبي الاكل، انا في مره من المرات في كورس كنت بديه عملت الحاجه دي بس خليتها حاجه مين عايزها؟ طب وفين الحلويات؟ الناس دي عامله ازاي الحلويات؟ انت كده هتتعبني في المنتج. فانا خليت الولاد او خليت الطلبه ان هم يتفرجوا على فيديو حقيقي بجد
معمول عشان خاطر وصفة أكل، يعني موجود من على اليوتيوب نزلته وخليته وعملت عليه تاس. دي بالنسبة لي كانت حاجة زي رو ماتيريال. رو ماتيريال زي ما بتجيلي حتة قماشة وتفصليها بالظبط، مش انك بتاخدي حاجة جاهزة. تمام؟ طبعا ده الحاجات الاوثنتك دي بتخلي الطالب ريلي موتيفيتد، لان بيربطه بالواقع مش مجرد حاجة للتعليم، حاجة هيقدر يمارسها في الواقع. دي الحاجات الاوثنتك اللي ممكن تكون في صور حاجات كتير. تمام؟ انا ليه بقى بتكلم على موضوع الحاجات الاوثنتك؟ لان هلاقي كلمه اوثنتك هنا موجوده في الكلام. Learners work with spoken or written material at different level of difficulty on the same topic. لما بقول spoken material المقصود بيها قطعه الليسننج، لان قطعه الليسننج عباره عن ايه؟ حاجه spoken وانا بسمعها. ولما بقول written material دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن reading text لانها مكتوبه وانا بقراها. في درجة الصعوبة هتبقى مختلفة ولكن عن نفس الطبق. تمام؟ ده بيسموه اللي هو differentiation by text. المثال اللي انا حطاه the most able learners can listen to a recording of an authentic weather forecast. ده gifted students. ممكن اجيب لهم حاجة authentic، حاجة بجد weather forecast، حاجة يعني نشرة جوية حقيقية. تتناسب مع طبعكم كgifted students. Others can listen to a text which has been designed for a learning purpose. يسمعوا بقى حاجة أصلا متصممة عشان لغرض تعليمي، مش هتلاقي بقى يمكن السرعة والأكسنت مختلف بحيث إن الطلبة تبقى مناسبة سنهم، لكن الناس فوكس على نفس التوبيك الفوكابل موجود أو نفس التوبيك اللي إحنا بنتكلم عليه. إحنا بنتكلم على weather forecast، ده هيسمع حاجة، ده هيسمع حاجة تانية خالص، كل واحد حاجة مناسبة. تمام؟ تاني حاجة اسمها differentiation by support، ودي حاجة اعتقد ان احنا كلنا we are familiar with، ان احنا ممكن ندي special support لبعض الطلب. ممكن السبورت ده ممكن يكون عن طريق المدرس نفسه او عن طريق teacher assistant او حتى عن طريق special needs teacher زي shadow teacher اللي بيبقى مع بعض الطلبة بيديهم يعني اهتمام بالنوع خاص. طبعا احنا كلنا اللي احنا عارفينه يعني اوريدي احنا بنعمله يعني، او ممكن يكون مره علينا قبل كده. هنا احنا بنقول the teacher provides an individual or a group of learners with extra help reinforcing a point already covered while others are working on their own. تمام؟ يعني مجموعه بيشتغلوا on their own، مجموعه محتاجه وجود التيتشر معاهم. تمام؟ هنا بقى في فكره لطيفه قوي، ممكن المدرس يساعد بيها الطلبة بس مش لازم هو يبقى موجود معاك. دي بيقول عليها support card، بتنفعهم كتير لما بيكونوا بيعملوا مثلا writing piece of writing. اوكي؟ لو انت افتراضا احنا عندنا مثلا sheets موحدة. تمام؟ افرض ان انت افرض ان انت شغال على ورك شيتس ودي موحده ومش عارفه تلعب فيها ومحدش يا عم مقتنع بالديفرنشيشن بتاعتك. طيب حركه الوز مش مشكله يعني. طب تعمل ايه؟ ممكن الكاردز اللي احنا بنقول عليها سبورت كاردز تغلي، انت تبقى مجهزها وتوزعها على طلبه بعينهم اللي هم محتاجين الرعايه الخاصه اللي هم ممكن ستولر. بالظبط كده. هنا بيقول لي الكارد لا ما تسبقش بقى الاحداث. حاجه تانيه، a support card can be prepared by the teacher to which students can refer. This card can include some phrases, new vocabulary, specific rules. يعني مثلا مدرس رياضة بس مراحل متقدمة شوية والعيال مش عارفة تفتكر القوانين أو كذا كده أو ممكن يساعد العيال الغريبة دي. يجيبوا ورقة فيها أو كارد في الرولز، استخدم يا عم الرولز. بس في عيال تانية شاطرة ومش محتاجة الكلام ده. تمام؟ خلي بالك مش هينفع الشاطر اديله السبورت ده لان هتزود من سرعته اكتر، هيخلص بدري هيجيبها. فدي بس المجموعه معينه من الطلب فقط. لا by outcome learners are engaged in the same task but produce widely differing end results. ممكن يكون شغالين على نفس مثلا تكست مثلا ولكن البرودكت اللي هيطلع من تحت ايديهم ده مختلف.
يعني ممكن التاكس تكون موحده بس انا طالبه من الناس حاجه وطالبه من الناس ثانيه حاجه ثانيه خالص، كل واحدة على حسب الليفل بتاعه، فبالتالي الاوتكم اللي هيطلع مختلف. وكذلك الامر لما يكون بقى بديهم بيس اوف رايتنج، في ولاد هتكتب مثلا يعني جمل بسيطه قوي، في ولاد هتطلع جمل كومبلكس فاهمني، فا في ولاد هيبقى الجمل بتاعتهم فيها كريتيفيتي اكتر، في ولاد الجمل بتاعتها عاليه، فبالتالي برضو الاوتكم هيطلع ايه مختلف لان النتيجه النهائيه مختلفه. بايابيلتي دي في بينها وما بين الديفرنشيشن باي تكست اوفرلاب، زي ما قلنا الاوفرلاب اللي هي التداخل دي خاصه بالجروبنج، ان انا بعمل جروبنج على حسب الابيليتيز بتاعت الولاد تمام، فبالتالي هيبقى في ديفرنشيشن بس على حسب القدرات، ودي ليها علاقه بالجروبنج قاعدين مع بعض ازاي. طب انا ليه انا اصلا مقسماهم باي ابيليتيز؟ لان هم اكيد شغالين في حاجات مختلفه في درجه الصعوبه، او ممكن تكون التكست مختلفه تماما. كل ده احنا في الجانب الثيوريتيكال، لسه البراكتيكال جاي ما تقلقوش. باي انترست learners decide on what they want to work, they are given a degree of choice. لما بشاركهم معايا في اختيار التاسك بمعنى ايه؟ لما انا ممكن اقول لهم مثلا write about a place you have visited، انا ما فرضتش عليك اسم معين، او write about a recipe of your favorite food مثلا، ما فرضتش عليه اكله معينه، في اكلات معقده، في اكلات بسيطه. انا في وقت من الاوقات اشتغلت مع طلبه الفرق استمر من العمل اعدادي، وفي منهم شاطرين وواقعين، وثانوي في منهم عيال عباقره، منهم البنت اللي كانت طالعه السنه اللي فاتت الاولى على محافظه اسكندريه في الاعداديه. تخيلوا الفجوه ما بين كل دول، دول الاعدادي قاعدين كده والثانوي قاعدين كده، كان عباره عن كورس وانا اتدبست فيه، فلازم اتعامل مع الموقف، هو مش هينفع اعمل حاجات مختلفه، فبضطر ان انا نفس التوبيك بس درجات الايه الصعوبه بتختلف عشان اقدر امشي الاثنين مع بعض. كان منهم درس بقى عن فهري، انا هحطه لكم هنا برضو على هتلاقوا في اخر تو سلايدز. عارفين انتوا الاونلاين بلان اللي احنا بنضغط على تاب كده تروح مدخلانا على لينك معاك، انا عامل لكم كده في حبيت ان انا اعملها اتصلت برشا وقريت الطريقه فعملتها. في اخر تو سلايدز هتلاقوا في بعض حاجات معينه هتوصلكم بدا، قلت بدا ما افتحها واخد وقت منكم، انتوا بنفسكم ممكن تخشوا تتفرجوا. في اخر سلايد انا حاطه مودلز ديفرنشيتد تاسكس انا عملتها بنفسي، وكمان عامله تيتشرز نوتس بتاعتها. طبعا التيتشرز نوتس غير الليسن بلان، الليسن بلان اللي بيعملها المدرس، التيتشرز نوتس اللي بيعملها الماتيريال رايتر هو اساسا عامل ديزاين للكورس زي التيتشرز جايد كده. ده ما كانش بيصور يا جماعه. الصوت حلو. مش هطول عليكم. بسرعه. بعد كده عند هنا في differentiation by task. By task learners may be working on the same text but their tasks are graded in difficulty matching their own abilities and needs. زي مثلا زي ما انا قلت لكم ان انا ممكن الطلبه تكون بتتعامل مع نفس الفيديو تاسك، افرض انها لازم هيدرسوها مثلا عشان في فوكابلري معينه جوه التكست دي لازم يعرفوها تمام، فانا ممكن اعمل استخدم الريدنج تكست دي واغير في الاسئله بتاعتها، يعني ممكن ناس بتكون بتجاوب اسئله معتمده على الجست بتاعت الريدنج تكست، يعني الفكره الرئيسيه مش محتاجين ان هم يخشوا يتعمقوا فيها قوي، واسئله ثانيه ممكن تكون محتاجه ان الولاد يكتبوا كتابه، يعني open ended questions practical thinking questions كده يعني. فبالحاله دي هيبقى في differentiation by task. هنا بقى احنا تقريبا كنا في الجزء الثيوريتيكال كان عدي بسرعه. هنا بيقول لي ان ده الشغل بتاعنا اللي احنا بنعمله. في عندي core work، ده core work يعني الشغل اللي لازم كل الولاد تعرفه. That should be covered with everyone. يعني هو انا ينفع اقول الفوكابلري دي انا هديها للعيال الشاطره بس العيال الخايبه مش هديها؟ الجرامر ليسن ده للعيال لا طبعا مش هينفع. غالبا وتلاقي الديفرنشيشن دي اكتر موجوده في السكيلز المهارات، لان احنا مش شبه بعض في المهارات، يبقى في تفاوت فيه. ده يعتبر الكور وورك. يطلع منه بقى برانشينج وورك، رينفورسمنت
لما اكون عايزه ادي intensive practice على particular point اركز عليها مع مجموعه مثلا معينه ومش فاهمها وبعمل لهم reinforcement علشان يتقووا في الجانب. اما بقى الاكستنشن دي اكيد طبعا خاصه بالولاد اللي هم التالنتد او الجيفتد. اكستنشن يعني ايه؟ برضو انا في امثله براكتيكال جايه في السكه ان انا ممكن يكون تاسك واعمل له اكستنشن زي الست اللي بتعمل اكستنشن لشعرها وتطوله يعني تزود حته كده زياده. احنا هنزود بقى في التاسك حته زياده، حته زياده دي بقى مش لكل الناس، العيله اللي بتخلص بدري دي خش انت بقى الحته دي بحيث ان لازم ايه؟ ينشغل في حاجه. لازم يبقى عندنا في مخططاتنا الحته دي، ده لما يخلص بدري هيعمل ايه؟ كانت بتجيلنا وبعديها جود لك. بعد كده جود لك؟ كان بيكتبوها لنا في الامتحان الحته الزياده دي وبعد كده جود لك. دي دي مصاحبه ولا ايه؟ الحته الزياده دي مش عارفه. يبقى بعدين كده بعدين هبقى اشوف موضوع الحته الزياده. تمام؟ لسه من الحته الزياده نخش على الحته البراكتيكال بقى. ايديز فور ديفرنشيشن. اوكي؟ معلنا اول على الحته المختلفه بس يلا مش مشكله. ايه ده؟ ده ايه؟ لا واحنا فاضيين؟ ايه ده؟ طيب؟ اوكي. لا الحته دي بس هعديها بسرعه يعني ان شاء الله مش هقف عليها كتير. تشيكس او ليسنينج. عامله شبه الجيكس او ريدنج. اكيد انتوا عارفين الجيكس او ريدنج. ده ممكن ريدنج تكست بنروح نقصها وكل باراجراف بياخدوا جروب مختلف. تمام؟ وبيستخدموا حاجه اسمها انفورميشن جاب اكتيفيتي. ان كل واحد عنده piece of information بس مش عارف ال piece of information عن التاني. يبدأوا يتواصلوا مع بعض الانجليش يا سام علشان يقدروا يعرفوا المعلومة دي عشان كده بنقول عليها information gap activity. ده ممكن يحصل مع listening ان ممكن هيسمعوا listening text وكل واحد بيطلب منه طلب مختلف مش هيملى كل ده. يعني دوت ده مثلا لو بيتكلم عن حاجة في المطار تقريبا ممكن announcements اللي تبقى في المطار عن الحالات الطيران ممكن الديستنيشن يديه للطالب اللي هو على قد ده خليك انت تكتب الديستنيشن مش مطلوب منك ان انت تجيب كل الكلام اللي بيتقال خاصه لو حاجه صعبه. بعد كده هيبداوا ممكن يحصل اكستنشن للتاسك ده مش مجرد ان هم هيبداوا بس لا ده هم دخلهم في حاجه اسمها انفورميشن جاب اكتيفيتي يبداوا يتواصلوا مع بعض يشتغلوا ان بيرز مثلا او ان جروبس عشان يملوا بقيه الفراغ اللي عندهم. تمام؟ طيب ده بقى حاجه انا اوريدي هتلاحظوا بصوا مصوره دي حاجه اوريدي انا اشتغلت عليها. ده عباره عن تاسك كان موجود في منهج هلو اللي هو اول سنه عمله اول سنه خالص اللي هو كان تقريبا اليوم اسمه مش عارفه هوليداي تشالنج ولا جلوبال تشالنج حاجه فيها تشالنج. ده المفروض انها عباره عن اعلانات ادفرتايزمنت عن اماكن هيطلعوا فيها يعملوا اكسبيديشن او الرحلات الاستكشافيه. تمام؟ اللي بيتعمل فيها شغل تطوعي او عمل تطوعي بلس كمان هيبقى في حاجات فور انترتينمنت. ده الاوريجينال فيرجن اللي موجوده في الفيديو ممكن نبص عليها وتقولوا لي ايه الحاجه اللي ناقصه فيها؟ نبص عليها بصه كده. هو هنا بيقول لي هو الاربع اماكن عشان لو الصوره مش واضحه هي اربع اماكن ماليزيا وهنا في سيلينج ده الاكتيفيتي اللي هيتعمل وحاجه فيها كونزرفيشن ورك ان رينفورس فور ا مانث وده في سفاري في الناشونال بارك ودوت هيعمل هورس رايدنج ان الاوت باك وده هيعمل اكسبلورنج ريفرز اند رين فورست. لو انت طالب وجاي لك البتاع ده ومفروض ان هو مطلوب منهم يكتبوا letter applying to go on one of these expeditions. ايه الحاجه اللي ناقصه؟ الحاجه اللي ناقصه في التاسك ده يعني مش في الكلام مش في النص انا ما قصدتش في النص حاجه ناقصه في الشكل بتاعه لا لا مش لا ايه تاني مطلوب منك؟ لا بس مش عشان مستور من يعني مستور من كتاب بعد كده مستور من ورق لان انا بره ماليش اكسس على الكتب ففي حاجه مفيش فوتوز بتتكلم عن المكان فيري جود مفيش فوتوز بتعبر عن المكان او حتى عن الاكتيفيتيز. ايه الغرض من وجود الصوره علما بان ده حاجه في اولى ثانوي ودول مش اطفال؟ ايه الغرض؟ هي الصوره دي بتعمل ايه؟ اكتر انتباهي
خلاص خلص هو تمام التمام هيخلص بدري برضه مفيش فايده يبقى لازم يبقى فيه اكستنشن هنا لان انا قلت له ايه imagine that you have, you went on this expedition make lists of the things you impressed that impressed you and other things that disappointed you concerning the following اعمل لنا بقى ليست من الحاجات اللي عجبتك والحاجات اللي مش عجبك خالص في الرحله بس use your imagination تخيل انك طلعت الرحله دي معاهم فعلا اتكلمنا على الاكوموديشن كانت عامله ازاي فندق في الاوتيل عامله ازاي ريحه مش ريحه ايه المشكله اللي فيها ليجر تايم وقت فراغ بقى كنت بتقضيه ازاي زي ما قالوا لك ولا ايه طلع فاضي شيء تاني يعني او عملت حاجه ثانيه التور جايدز اتعاملوا معاكم ازاي فلايت رحله الطيران اخبارها كانت ايه الفولنتري اكتيفيتيز ادفرتايزد الاعمال اللي هي التطوعيه اللي كانوا عاملين عليها دي اللي بيعملوا اعلان جوه الاعلان عملت فيها ايه كده هيفضل مخه شغال طول الحصه وهيتحدد ايه بس دي حاجه زياده بقى عن المطلوب اصلا بس ليها علاقه بالمطلوب ولا لا انا خليته يشغل الكرياتيفيتي اللي عنده ويتخيلوا طلع الرحله اللي هو لسه بيبدلها اساسا ايه بقى الحاجات اللي ممكن تكون عجبتك ايه اللي ما عجبكش تمام ده طبعا حد يقول لي ايه ده؟ ايه اللي ودانا في السكه دي؟ ده ثانوي انا بادئه بيها ليه؟ عشان انا اول معرفتي بالديفرنشيشن كانت في ده. بعد كده الشغل ده حصل له ادابتيشن، يعني حتى التدريب بتاعي انا عملت له ادابتيشن لما اشتغلت هنا مع الاف اس 2 هتلاقي حاجات بقى من الاف اس 2 حاجات من دي فانا مدخله كذا حاجه يعني كامثله براكتيكال. تمام؟ بس في هنا سؤال هنقف عنده. What kind of differentiation did the material designer use in the previous adapted version? The versions in adapted version are all the same. What kind of material did the designer use in the previous adapted version? By text. The only one is all by text. Or not. By text is input. Listening. But this is output. The writing. You'll find overlap as we said. كل ده هتلاقيه موجود ايفن بتاع الانترست دوت لان انا بخيره بديله بكتب له الحره اللي اتفرجت لها ولو قريها التيتشرز نوتس اللي انا حطاها برده هنا في البرزنتيشن هتلاقيني في التيتشرز نوتس كاتبه ان في امكانيه ان الطلبه يكتبوا عن حاجات ثانيه يصمموا الاعلان بس لو حابين عن حاجه ثانيه لو الاعلان دي مش عاجباه اساسا تمام؟ طيب هنا فور يونج ليرنرز بنلاقي عندنا في اف اس 2 في 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 التحضير في البلان اللي بتبقى نازله عند ربط يبقى في جزء كده على جنب اسمه differentiation and assessment على اليمين ده بيبقى فيه افكار خاصه بالdifferentiation بس للassessment اللي بيعملها المدرس في نهايه السيشن فمش هيساوي الناس كلها ببعض في ناس ضعيفه خالص عشان شغالين على حاجه في الفونكس مثلا تراي جراف معين او لاين جراف معين مش كل الاولاد هتقدر في نهايه السيشن تكتب لي مثلا كلمات فيها الداي جراف ده او التراي جراف ده او كده ساوندز اللي احنا بندرسها يعني تمام في اولاد اخرهم يعملوا مقش يوصل الصوره بالساوند يوصل الصوره بالكلمه كده اللي هم لو هم ضعاف فتلاقي ممكن يقول انا ماتشنج وورز ويز بيكتشرز ماتشنج بيكتشرز ويز كابشنز كابشنز اللي هو عباره عن ديسكريبشن للصوره ومش شرط انها تكون سنتنس ممكن تبقى عباره عن فريز. موجود على الدروب بوكس حاجات منها يقول لك كابتن ذا هات. كابتن ذا هات دي مش جمله لان مفيهاش بين تو بي عباره عن كابشن بتوصف الصوره. فمن ضمنها ممكن ايه يوصل بقى الكابشن بالصوره. يعني اصعب شويه من اللي يوصلها بكلمه. تمام؟ ماتشنج سنتنس اوبننج ويز اندنج. اول جمله باخرها يعني جمله بتتقسمها نصين هو يوصل الاثنين ببعضهم بيبقى فيه افكار خاصه بالديفرنشيشن جوه البلان واحنا نفسنا لما جينا اشتغلنا عليها في التحضير كنا بنضيف حاجات ثانيه والحاجات دي كنا بنعملها في ايه ازاي بقى كانت بتتعمل في البرزنتيشن بتاعه الفونكس وانا ببقى عارفه مين هيعرف يطلع على البورد يعمل الحاجه دي انا مش هقسمها مش هقول يلا يا اولاد الضعاف بقى اجوا لي هنا عشان الحته دي بتاعتكم لا من غير ما يحسوا ما هو الشاطر هتلاقيه بيرفع ايديه في الحاجات السهله برده لا انا مش هختار انا هختار الضعيف اشتغل فيها ليجي في التقيل بقى في اولاد معينه بعينها كانت بتعرف بقى مش تكتب كابشن على الصوره لا كانت بتكتب سنتنس في اف اس 2 تمام اوكي طب لو احنا بصينا هنا على الصوره دي مثلا كده يقول لك based on this picture prepare في differentiated versions for FS2 phase 3 mention the differentiation type
احنا اتفقنا ان احنا هنخلص بسرعه. اه خلاص ايمان مستنيه جود لك تطلع. صحيح. لا جود لك ثانيه. ايوه سام ثانك يو. ايوه اوكي بص كده كان رايت. احنا عندنا في FS2 FS3 بياخدوا تراي جرافز اللي هي وغاي وبار اللي بنجمعها كلمه. طبعا هنعرفه من خلال الصوره على كلمه شات لان احنا وقتنا بندرس التراي جراف ديت من الكلمات اللي احنا بنستخدمها. شات الثامب والثامب والحاجات دي. لا هما ما بياخدوش الكلمات دي احنا بندرسها. هما بقى عندهم داي جراف لما when two sounds common they make only one sound. والتراي جراف ثلاثه بيعملوا one sound. هما في الفونكس بيسموها كده. احنا في الجامعه كنا بنسميها زي ما انت بتقولي كده. فطبعا احنا مش بنجيب سيره الكلام ده مع الاطفال خالص. فده هتبقى سهله. هنا ممكن نحط بقى فري سنتنسز وهو بقى ايه هحيره شويه اكتر. يعني هي مش الكلمه بس لا ده مدخلها بسنتنس. هي دي اكتر على السايد ويردز والرايمينج ويردز. بس مش بقول لك فيس 3 فيس 3 وصلت لك؟ لا في اخر ال هو احنا بنبدا بفيس 2 بنبدا بفيس 2 في اول فيس 2 بعد كده فيس 3 لسه شويه. تمام. هنا بقى ممكن بنعمل من ضمن الحاجات ودي موجوده عندهم في FS2 على فكره بس لسه قدام شويه ان هم بيرتبوا الجمل. هتلاحظي وانا بخليهم يرتبوا الجمل كمان بخليهم يتعرفوا على السايت ووردز اللي موجوده في منهجهم. اه وعندهم ده وعندهم ساعت ده هيتعرفوا عليها من خلال التراي جراف اللي هم دارسينه. خلاص قررت والله. معاكي لحد 3 دقايق. هنا بقى بيقولي think of 3 differentiated versions suitable for 2 years to math on the topic of 3D shapes. برضو انا جبت الصوره لل 3D shapes بس كويسه الصوره دي لانها بتوضح في بعض الشيتس بتبقى في صور رخمه قوي بتجيب لك الشكل بس ما بتوضحش الايه الايدجز اللي جوه وال فمش هتساعد ايوه ما بتساعدش بقى الولاد خالص بيعتمدوا بقى على الميموري بتاعتهم هم حافظ لو مش حافظ مش هتعرف تمام فترى ازاي نقدر نعمل 3 ديفرنت فيرجنز من ال 3 دي شيبس اللي هي موجوده عندنا في اير 2 زي ما احنا بنعمل كده مع بعض. بصوا اول حاجه هنا بقول given a set of pictures of 3D shapes students will match the pictures with the description that is low level learners. انا الاوبجكتيف الرئيسي بتاعي ان هم to identify the properties of 3D shapes مش اسمائها خصائص number of edges number of corners الحاجات دي كلها تمام. فانا هجيب لهم الديسكربشن جاهز والصور بس متلخبطه ميكس اب وهم هيوصلوا ماتش. ايوه مجرد ان هم هيبصوا على الصوره كويس ان هم عارفين يعني ايه ايه الحاجات دي كلها هيقدروا ان هم بالصوره حتى هتساعدهم يعني ده الولاد التعبانين. سوري انا هقول كده اسئله مش مشكله. نمبر 2 given a set of pictures of 3D shapes students will fill in the gaps with the description of 3D shapes the average level learners. ان هو انا هجيب لهم الصور بس هم بقى هيكتبوا لي عشان هم اكيد بيعرفوا يكتبوا كويس الديسكربشن. ممكن انا اساعدهم اكتب لهم بس عناوين number of corners and the number of edges الحاجات دي كلها. Or they can be given the description and they label each description. او اديهم الديسكربشن وهم يعملوا label بس. يعني الديسكربشن ده بتاع انهي شيب بالظبط يكتبوا لي اسم الشيب. اوكي يعني ده اوبشن تاني. هم هيساعدوني في الكتابه لان هم هيكونوا بيعرفوا يكتبوا لكن التانيين يا دوبك اخرهم يجروا الخط يعني. Learners take turns thinking of ده بقى فيها more يعني creativity. They take turns thinking of 3D shapes a certain 3D shape and make their own riddles so that their partners can guess the name of the shape based on the description given through the riddles. ده بالنسبه للهاي ليفل ستودنتس ان هم بس لازم يستحسن برضه ان انا اديهم موديل واحد علشان هم هيعتمدوا برضه على قدرتهم في الكلام. I'm thinking of a 3D shape it has مش عارف ايه how many edges وكم vertices وكم ايه والولد يعمل guessing
ساعات في بعض الشيبس هتلاقيها مواصفاتها شبه بعض، يعني كيوب وكيوبو زي بعض، نمبر اوف انجز نمبر اوف فيرتيسيز وكده. ممكن بعد هيفتح حوار بقى ما بينهم، انا ممكن اديله مثال، لان اقول مثلا هقول له مثلا ايه ذا كيوب نو، ممكن تكون شبه ايه حاجه الفيس بتاعه شكله ايه لو ممكن يقول ان الفيس بتاعه بالظبط كده، او ممكن يشبهه باي حاجه في الكلاس روم زي بوكس اوف تيشوز بوكس لايك بوكس اوف تيشوز يبقى كيوب. فهم هيلاقوا حاجه فيها فن وهتاخد معاهم وقت ونشجعهم ان هم يعملوا از ميني ريدلز از يمكن. اوكي ده بالنسبه للجزء بتاع البات طبعا. اوكي this is the end of our session. دخلنا على ايه؟ بصوا بقى هنا في باك كويستشنير هنضغط عليه وهنملاه، يا دوبك هنعمل تيك ونظلل على الاختيار حاجه خاصه بالسيشن بتاعت المره. تمام هنا بقى ليها علاقه بالجوز انا اوبجكتيفز دي، انا عاملاها بصوتي على برزنتيشن اون يوتيوب، حاطه لكم اللينك يعني لو ضغطت كده هتخش على اليوتيوب على طول. ممكن بعد ما تخلص الفيديو تسمع مديان اي حاجه زي ما انت عايز، مش محطوطه على وان درايف او على يوتيوب. هنا بقى اي حاجه كنت مستنيك الاغنيه انا ده بس وان بقى. هنا بقى لطيف قوي، اضغط عليه هيدخلك على ملفين. فاكرين اللي قلت لكم الريسبيز اللي هي الاولاد الكتير ما اعرفش ايه، هيدخلكم على ملف بي دي اف انا حاطه فيه التاسك اللي انا عاملاه ديزاين مع الاولاد في الريسبيز والحاجات دي، ده في كورس بره المدرسه مش يعني. وهتلاقوا 3 ديفرنشيتد تاسكس اللي انا وريتهم لكم اللي هم بتاع الحصان وما اعرفش ايه ده فاكرينه؟ هتلاقوه بس على بي دي اف اوضح من اللي هو هنا على عشان ده اسمه باوربوينت. وهتلاقوا كمان معاك تيتشرز نوتس فيها كلام اكتر، فيها رغي بقى وازاي الحاجات دي. ده هبعته على اليوتيوب. ده هتلاقي فيه السكريبت. طولت عليكم يا جماعه؟ لا لا thanks brother good luck. لا احنا يا دعاء دي كنا ناخد الامتحان المتين واخر سؤال للذينه والاخر نكتب الامتحان. على فكره